هل تكون حركة ميليغروش الحصان الأسود في الانتخابات التركية؟ حركة إصلاحية إسلامية تشكلت بقيادة الزعيم الإسلامي التركي الراحل نجم الدين أربكان في عام 1969 معنى اسمها الرؤية الوطنية. في مايو أيار عام 2023 أعلن عدد من قيادة الحركة دعمهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. السبب بحسب محمد بنقول أحد قيادات الحركة وحزب سعدات هو ابتعاد حزب سعدات ذي الميول الإسلامية عن نهج حركة ميليغروش ونهج مؤسسها نجم الدين أربكان بعد انضمامه لتحالف الطاولة السداسية الذي يقوده حزب الشعب الجمهورية. وترى قيادات في الحركة أن إنجازات تركيا في عهد أردوغان هي التي أشار إليها المعلم أربكان في جميع المجالات خصوصاً صناعات الدفاع، ومن ثم ترى أن من الواجب الوقوف إلى جانب الرئيس. لقد حقق أردوغان واحداً من أحلام الحركة منذ تأسيسها إعادة مسجد آيا صوفيا لصفة المسجد وفتحه لأداء العبادة. في عام 1980 نظمت ميليغروش مؤتمراً حول القدس حضره قرابة مليون إنسان. اعتبر الجيش ذلك المؤتمر تحدياً للجمهورية ومبادئها ونفذ انقلابه الدموي وحضر حركة ميليغروش وحكم بالإعدام على 517 شخصاً نفذ منها 50 حكماً ومات تحت التعذيب 171 شخصاً واعتقل 650 ألف مواطن، كما تم وضع 1,683,000 ألف مواطن تحت المراقبة وفصل 30 ألف موظف من عملهم وهرب مثلهم خارج البلاد وسحبت الجنسية التركية من 14 ألف مواطن ومات 73 في ظروف غامضة وانتحر 43 شخصاً. تعتقد حركة ميليغروش أن الإسلام نظام إلهي يشكل الإنسان والمجتمع، والقومية عند الحركة تعني الانتماء للدين والاعتزاز بالتراث السلجوقي العثماني، وهي تعتبر مفهوم الإسلام المعتدل مشروعاً يستهدف تحويل المسلم لمجرد شخص يصوم ويصلي ويسكت عن الظلم. تاريخياً أربعة أحزاب سياسية انبثقت من حركة الرؤية الوطنية تم حلها تباعاً بذريعة معارضتها مبدأ العلمانية الذي نص عليه الدستور التركي، وهي حزب النظام الوطني عام 1970 وتم حله عام 1971، وحزب الإنقاذ الوطني عام 1972 وأغلق عام 1980، وحزب الرفاه عام 1983 وتم حله عام 1998، وحزب الفضيلة عام 1997 وأغلق عام 2001. الحركة قوة كبيرة خارج تركيا. وقف ميليغروش لديه 620 فرعاً مسجداً في 12 بلداً أوروبياً، منها 320 فرعاً في ألمانيا، إضافة إلى تقديم خدماته في كل من أستراليا وكندا والبلقان. يجتمع في مساجده نحو 400 ألف شخص خلال الأعياد ويقدم خدماته المباشرة لملايين الأفراد. تؤمن الحركة بضرورة توحيد إرادة الدول الإسلامية في مواجهة الهيمنة الأجنبية وإملاءات القوى العظمى، وبذلك لديها سبب إضافي لدعم أردوغان. فالطاولة السداسية أكبر تحالفات المعارضة تعلن تطلعها لإعادة التقارب مع الغرب وعزمها على إعادة صفقة طائرات F-35 مع أمريكا، وهو ما تراه حركة ميليغروش محاولة تغريبية لا تتوافق مع مبادئها. العديد من التيارات الإسلامية أعلنت دعمها لأردوغان على مشارف الانتخابات، أبرزها مجموعة رفاق طريق أربكان وحزب الرفاه من جديد الذي يتزعمه فاتح أربكان نجل الراحل نجم الدين أربكان.